اليوم عندنا ثلاث دورات في الداخلة والعيون وفي قلميم لتأهيل الفاعلين الجمعويين على أولا كيفية صياغة عريضة ترفع للسلطات العمومية والترافع من أجلها، كيفية صياغة ملتمس تشريعي والترافع من أجله، كيفية الانخراط في التشاور العمومي وبلوغ الأهداف المرتبطة بذلك. بلادنا الحمد لله على المستوى الأقاليم الجنوبية هنالك نموذج تنموي أطلقه جلالة الملك بمناسبة مرور 40 سنة. هذا النموذج نتج عن عملية تشاورية أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. اليوم نحن في حاجة إلى انخراط المجتمع المدني في مواكبة هذا النموذج في تتبع جهود تفعيله وتقييم آثاره، وهذا شيء جد مهم، خاصة وأن المغرب لم يطلق فقط هذا النموذج بل هنالك الآن مشاريع وبرامج أطلقت في التنمية على المستوى الجهوي المتقدمة، على المستوى برنامج محاربة الفوارق المجالية. إذا لابد من تعزيز قدرات الجمعيات على مواكبة التطور، على رفع قدرتها الاقتراحية، على رفع مهاراتها في الترافع حتى نكون في خدمة المغاربة. أنا اليوم هنا لأقوم بالتكوين لثلاث أيام في مجال الآلية الجديدة التي نص عليها الدستور وصدرت بشأنها قوانين تنظيمية جديدة وكذلك مراسم تطبيقية تتعلق بآليات الديمقراطية التشاركية الجديدة وأدوار المجتمع المدني، وكذلك ما يمكن أن تحققه هذه الآليات من منفعة للمجتمع المدني في المطالبة بإنجاز المشاريع وتتبعها وتقييمها. كما لا يخفى علينا أننا اليوم في أمس الحاجة لتثبيت يعني آليات الديمقراطية التشاركية، والأخير دليل على ذلك أن هذه الدورة التكوينية في هذا المجال ديال العرائض ومجال الملتمسات هو يعني ما سيغني يعني الزاد المعرفي لهذه الجمعيات اللي بدورهم ولقى على عاتقهم يعني تكوين شباب وتكوين يعني مجموعه ديال الفاعلين الاخرين في هذا المجال، انه تمين هذه الدوره التكوينيه وندعو يعني جميع الجهات الى المزيد من الدورات التكوينيه في مجال يعني الديمقراطيه التشاركيه. هذه الدوره تندرج في اطار الديمقراطيه التشاركيه في كيفيه تقديم العرائض وفي تقويه قدرات الفاعلين الجمعويين. وطبعا نحن بحاجة إلى هذا النوع من التكوينات من أجل المشاركة وبقوة وبفعالية في النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية أو النموذج التنموي الجهوي كما هو معروف، وهذه المشاركة في هذا النموذج لن تعطي أكلها إلا بتمكن جميع الآليات والله تمكين الفاعلين الجمعويين من الآليات الدستورية والمراسيم والقوانين التي تؤهل لهم الدخول في الجانب التنموي وإعطاء رأيهم واقتراحاتهم وتوصياتهم.